المواجهة. هذا العصا عليهم. هذا بول. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نسمع بآرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامجنا. مشاهدينا الكرام للمشاركة بالبرنامج من داخل العراق تقدرون تتصلون بينا على واحد من ذني الأرقام الاثنين اللي تشوفوها هنا، فعندكم ذني رقمين من داخل الفاو تقدرون تتصلون بينا بأي دقيقة من دقائق البرنامج. أما من خارج العراق تقدرون تتصلون بينا على واحد من ذني الأرقام الاثنين، فعندكم 4 أرقام للاتصال، ذني الاثنين للخارج وأدنى 2 اللي طعن قبل شوية للداخل، ذني 4 للاتصال. أما هذا الرقم، هذا رقم مخصص لبرنامج الواتساب، هذا الرقم أنت تشوفه قدامك هنا، هذا بس للرسائل، يعني من الدق عليه ترى ما راح يبين يمي ولا راح أقدر أستقبل اتصالك. فعندك هذا الرقم تقدر تنزلنا به رسالة إذا ما قدرت تحصلنا على أرقامنا الثانية. أما أرقام الاتصال ذني 4، 2 للداخل و2 للخارج، تقدرون تتصلون بينا بأي لحظة من لحظات البرنامج على أي رقم تختاروا. الفيديو اللي شفتوه تظاهرة لذوي المهندسين وذوي الشهداء، لكن أنا ما أرد أحكي على التظاهرة، أنا أرد أحكي على تعامل القوات الأمنية ويا المتظاهرين. هل من المعقول أنه إذا واحد يصور ينضرب؟ هل من المعقول أنه هذا الكم الهائل من القوات الأمنية موجود حتى يكبحون جماح مظاهرة؟ زين المظاهرة شنو مطالبها؟ ليش ما فكروا بها؟ السؤال الثاني أو الموضوع الحلقة اللي دا نحكي عليه، شنو غاية الحكومة من أنه تسد حلوق الناس؟ ليش اليوم بالعراق ممنوع واحد يحكي؟ ليش اليوم بالعراق اللي يقول رأيه يعتبر مخاش آدمي؟ ليش اليوم بالعراق المفروض على الشعب العراقي انه يسكت على كل شيء، يسكت على الذل ويسكت على المهانه ويسكت على التعب ويسكت على السرقات والنهب اللي دا يصير من قبل السياسيين ومن قبل الاحزاب، ولازم يسكت على كل شيء؟ يعني اذا الحكومه العراقيه او البرلمان العراقي او مجلس القضاء الاعلى ينظرون الى التويتات او البوستات اللي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي انه هي خدش، فما بالك بضرب النساء، تعذيب، سرقة المال العام، تسييس القضاء، ميليشيات منفلتة، سلاح منفلت، عبوات، قتل، تهجير، تدمير بنى تحتية. يعني هاي كلها لازم الشعب العراقي يسكت عنها، بالمقابل لازم الشعب العراقي ما يحكي. لما يطلع سياسي عرفوش كان قبل 2003 وفجأة صار ملياردير، لازم الشعب العراقي ما يحكي. لما يطلع سياسي بالتلفزيون يقول احنا كنا حرامية، بس المواطن ما من حقه يقول انه السياسيين حرامية. لما يطلع سياسي ويقول احنا كنا مرتشين وكنا اخذنا رشاوي، بس ما من حق الشعب العراقي انه يقول انه هم مرتشين. لما يقتلون وينشرون فيديوهات وناشرين اسمهم الصريح ووجوههم موجودة بيها، بس ما من حق الشعب العراقي يقول عليهم قتلة. لما يطلعون وينفذون أجندات خارجية تابعة لأي دولة كانت، هو بنفسه يقول أنا أتبع أجندة هاي الدولة، بس ما من حق الشعب العراقي يقول عليه عميل. لما يصير صفقات سلاح مشبوهة ويجيبون أجهزة كشف عن المتفجرات وتتفجر عبوات هنا وهنا وهناك،
بس ما من حق الشعب العراقي يتدخل بهالموضوع ويقول ليش وشنو السبب ومن الباك. لما يطلع سياسي او اي واحد بالميليشيات يهدد بالناس عادي طبيعي، بس لما يطلع مواطن ويقول ليش ومنو وشنو السبب والمن راحت ووين راحت، ممنوع. يعني اليوم لما يطلع تشكيل مجلس قضاء في العراق لجنة للرقابة على ما اعتبرتها المخالفات في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، السؤال اللي أرد أطرحه، العراق ديمقراطي لو مو ديمقراطي؟ لأن هم سياسيين صدعوا روسنا أنه احنا في زمن الديمقراطية، فإذا احنا في زمن الديمقراطية وسائل الإعلام من حقها تحكي كل شيء، ما حد يحكي وياها. مرتضى من بغداد، حياك الله يا مرتضى. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أقدر أعرف شنو الموضوع بلا زحمة عليه؟ تكميم الأفواه أخوي. نعم. اليوم حبيبي. مجلس القضاء بالعراق شكل لجنة، هاي اللجنة راح تكون مراقبة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، وهي اللي راح ترفع توصيات بحق المخالفين على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. نعم. ألو، وياك. وياك أخوي مرتضى، تسمعني؟ انقطع الاتصال يا مرتضى. سعد من الكويت، حياك الله يا سعد. حياك الله يا النشمي، تحية لك وللبرنامج وللقناة. استاذي، لا يجوز، غير لائق، غير مقبول يا استاذي، اسلاميا انسانيا، تكميم افواه الاحرار الاوفياء. ايضا يا استاذي، ايضا الحرية التعبير مباحة يا استاذي، دوليا ومحليا يا استاذي. نعم. ونحن ننتظر برنامجكم بفارق من الصبر، ولكن القتل هو الممنوع بالإسلام، يعني إلا بالحق. حرية التعبير مباحة دوليا محليا، بحيث لا تتجاوز ولا تشتم ولا تؤذي غيرك ولا تسيء لأحد، فهذا مباح طال عمرك ديمقراطيا وإنسانيا. أخيرا يا أستاذي، تحياتي لك وللبرنامج وللقناة، وشكرا لك. شكرا لك أخ سعد. يعني لما يشكلون لجنة مثلا على وسائل الإعلام، وسائل الإعلام يعني هي التلفزيونات والراديوات والإعلام المقروء أو الصحافة المقروءة، ايش بقيتوا من مقولة السلطة الرابعة؟ يعني الصحافة في كل العالم من حقها أن تسوي لقاءات مع أي شخصية حتى لو مجرم أو سياسي. أكو صحفيين بالعالم دخلوا إلى سجون والتقوا بمجرمين، وأكو أفلام وثائقية عن مجرمين، ما حد جرم وسيلة الإعلام اللي سوت هذا الفيلم. وسائل الإعلام تدخل في مؤتمرات مغلقة حتى العالم تعرف إيش دا يصير، وسائل الإعلام اللي هي المفروض أن تكون قريبة من دائرة القرار حتى تعرف الناس ايش دي يصير. لما نتصدرون هكذا قرار، ايش بقيتوا من مصطلح حرية التعبير عن الرأي؟ ايش بقيتوا من مصطلح السلطة الرابعة للصحافة؟ ايش بقيتوا من مصطلح انه الانسان حر برأيه؟ ابو حسن من بغداد، حياك الله يا ابو حسن. الله يحييك اخوي افل، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والاكرام. أخي، مفهوم الديمقراطية جابتها الأمريكان، هي ما هاي مفهومهم. يعني واحد إذا مغبون حقه ما يقدر، ما يجوز إلا يحكي. يعني اللي صارت الأهوال بالعراق، تدمير العراق وقتل العراقيين وتجويعهم وتشريدهم وأشياء كثيرة، يعني حرموا العراق من كل شيء. هاي الحكومة هي عبارة عن أداة جريمة، كل الحكومة كلها، حتى الجيش، الشرطة. يعني شفت التعاون مال الشرطة ويا الناس؟ إذن الشرطة والجيش كلها عدوة للشعب،
والحكومه خاطبه. يعني يردون الناس ما تحكي، ما تتكلم، ما تقول كلمه الفصل لهم. يعني التجويع، تدمير، صحه، زراعه ماكو، صناعه ماكو. ما كان العراق هيجي، العراق كان ينتج ويصنع وحريه راي، واي واحد يقول شغله ما يتعاقب. هسه اي واحد يحكي يقول مثلا النظام هذا فاسد، هذا النظام مرتشي، يتعاقب يتحاسب. ما في شيء. هاي امريكا جابتهم هم ذولا خدم لهم. يعني هم يجيبون ذولا الامريكان جابهم ذولا، هم ما عزوا عليه الامريكان هم يدبدوه ذولا. البلد مو هيك يصير، ما ينبني بهي الطريقه. يعني العاطلين عن العمل ما كوما. عشان نعرف ناس يعني متخرجين وتعبانين، بنات او رجال متخرجين يتعينون، والله بهم صارت عقده نفسيه. يعني صديق يقول لي بنتي صارت عقده نفسيه، لا عمل لا شغل، وهي العاطلين اكل ما يعني ما يقدر يجيب لعائلته. يعني الا اللهم بس رب العالمين هو يرحمنا. فهذول اخي هذول مجرمين، الحكومه كلها مجرمه. وهسه جاي الانتخابات ويوزع طماطم، يوزع خيار، يوزع موز. يعني فما حزله بشكل. الحصه التموينيه ماكو، يسووا سله غذائيه. يعني ما كان العراق هيجي، هم جايين ارهابيين ذولا، حكومتين كلها ارهابيه. يعني كل واحد يلعب حقه يقتل او يسجن. كل ذولا اللي نادوا بحقوق الناس بيهم اغتالوهم، بيهم سجنوهم. وحدث ولا حرج السجناء الابرياء الذابين بالسجون. يعني حتى مذله لهم ولاهلهم. والناس اللي بالخيم متبهدله حر وبرد، هم لازم واحد ما يحكي يسكت. ما يقول يابا انا بيتي انهدم او انا مشرد او انا الهجره العراقيه صارت كثره. ليه انتم تعودون على اسناد حكومه شيعيه؟ ايش سويتوا بالجنوب؟ مو دمرتوا الجنوب، دمرتوا الغربيه وسجلتوا على الجنوب. وانا قايلها سابقا، الغربيه اندمرت، هسه حيجون عليكم في الجنوب. وشوف شوف شوف الدمار اللي صاير بالجنوب. يعني لا صحه، مستشفى اسره قليله، دواء ماكو. يعني كل اي عراقي هسه عايش بالعراق يعين نفسه بنفسه. ما له حكومه تفضل على 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 المواطن. هو العراق اللي يشتغل وده يتعب وده يشوف المرفي تبي بده يعيش. فما يعني يعني لازم يخلوا واحد يجيبون خياط او ابره ويسدون حقه. ويمشي حسب السابعين مثل البهيم. هم دول عايشين كانوا بالخارج ملطلطين، كل شيء ما عندهم، وسلموهم الامريكان والصهاينه والايرانيين، وقاموا املاك وفلوس ومولات، وما يفكرون بالعراق ايش صار ما صار فيه. فالعراقيين لازم ياخذون قرارهم. العراقي اذا يريد يعني يعيش بكرامه هو بيده. نعم. يريد ينقل بيده. فمن المعيب العراقي يعيد دليله. أنا أقولها ألف مرة قلتها، العراق من المعيب أن يعيد دليله. فأصحوا يا عراقيين، أصحوا. أصحوا كافي مذلة ومهانة. طول عمركم صار 18 سنة بس الذل والقهر والاضطهاد. شوف هذه الناس المساجين اللي صاير بيهم. شوف هذه الناس اللي بالخيم متبهدلين. تعالوا رجعوا لبيوتكم والبيوت مهدمة. ما عرفوا الرجل لما يجي من الخيم يجي بيته مهدم وين يقعد؟ وفوقها مسوي الانتخابات وصورهم، واني قدها، واني كل شيء اسوي لكم. هذول دوله قشمره، كلهم قشامر من الراس الكبير الى اصغر واحد فيهم. فاصحوا يا عراقيين، عيب 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 الانسان يعيد دليل. لو يعيش بكرامه لو يحتل يموت. وانا اشكرك اخوي حسن. شكرا شكرا لك ابو حسن. يعني اليوم الناشطين لما سمعوا بهذا القرار، قرار مجلس القضاء بالعراق، قالوا انه هذا يعني يدفع القضاء للرقابه على حريه التعبير ويتغاضى عن فساد القوى السياسيه وميليشياتها اللي تحرض على قتل المواطنين. انا اللي ما دا افتهم اليوم بالعراق، احنا عندنا رئاسات ثلاث، اللي هي رئاسه مجلس النواب، رئاسه مجلس الوزراء، ورئاسه الجمهوريه. بالمقابل اكو يعني رئاسه مجلس القضاء الاعلى. المفروض نسمع القضاء انه حتى الرئاسات الثلاث تؤتمر بامر القضاء وبامر القانون. فإذا تكون هاي السلطة القضاء هي أعلى حتى من الرئاسات الثلاث، بحال أنه إذا واحد أخطأ، تعال يابا أنت أخطيت، تعال أنت هدرت المال العام، تعال أنت دمرت، تعال أنت انهزمت، أنت ما نفذت واجبك بصورة صحيحة، أنت يعني
كنت متراخي في تأدية القوانين، أنت فسحت المجال للرشاوي، إذن المفروض كلها تساؤلات القضاء هو اللي دور وراها. اليوم القضاء ساكت عن الفساد، مستشفيات تحترق ما يحكي، ناس تنكتل ما يحكي، تعذيب بالسجون ما يحكي، انتهاك حقوق إنسان بالعراق ما يحكي، مي وكهرباء اللي هي أبسط حقوق المواطن في كل الدول أنه توفر له الأمان والأكل والشرب، أبسط يعني أبسط حقوقك على أي حكومة أنه توفر لك أمان، تحفظ أمنك، ومي وشرب، عفوا وأكل وشرب، لأن ثلاثة اليوم ما موجودات بالعراق. مع ذلك نشوف مجلس القضاء مثلا ساكت عن كل هاي الأمور، ساكت عن الفساد اللي دا يصير بالمنافذ الحدودية، ساكت عن الفساد اللي دا يصير بالأحزاب السياسية نفسها، ساكت عن هدر المال العام، وقاعد يراقب للمواطنين شو ينشرون على تويتر وشو ينشرون على الفيسبوك وشو ينشرون على سناب شات، لأنه دا ينتهكون حق السياسي. أنا هاي النقطة مدى أفهمها. عبد الرزاق من بابل، حياك الله أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. استاذ أفل، انت قلت اريد اعرف دولة نظامهم ديمقراطي. دولة استاذ أفل ما يؤمنون بالنظام الديمقراطي، دولة يؤمنون بالنظام الاوتوقراطي. يعني هم نفسيتهم، ويعني احد قادتهم طلع في يوم من الايام على التلفزيون قال احنا ما نؤمن بفلسفة الديمقراطية لكنه نؤمن بالآليات. يعني الآليات شنو؟ المحافظة اللي إلي واللي إلك. بالنسبة لتكميم الأفواه، أتذكر أو اللي قارئ المفكر الفرنسي جان جاك روسو يقول يولد الإنسان حرا لكنه مقيد بالأغلال في كل مكان. هذا شنو أستاذ أفن؟ يعني يردون يرجعون النظام إلى نظام طبقي. صدقني هذا اللي جاي يشتغلون عليه، يعني نفس النظام ما قبل الثورة الفرنسية. يعني يردون يرجعون النظام النبلاء، نظام رجال الدين، نظام العام العفو طبقة النبلاء، طبقة رجال الدين، طبقة العامة. ما معناتها؟ شنو؟ انت بعد بالمستقبل تاخذ تعظيم سلام المقتدى، تاخذ تعظيم سلام العمار هو اللي يتسيدك، وإلا هو هذا بداية لتأسيس المخطط مالتهم. يعني انت كل شيء ولا الإنسان يقيد بفكرة، وهذا من ضمن لوائح الأمم المتحدة. استاذ أفل، من يقرون بأنه من ضمن اللوائح هو احترام الإنسان وحريته بالتعبير وحرية الرأي والرأي الآخر. يعني أنا جاي أتعجب من هذا النظام الصراحة الفاشيستي، هذا النظام الستاليني، هذا بعيد عن الديمقراطية. هم جاي يأسسون هذا الشيء، يعني نظام طبقة بالعراق. صدقني هم هذا هدفهم، نظام الطبقة بالعراق. وإحنا جاي نشوف العوائل، عائلة الصدر، عائلة الحكيم، وعائلة ما أعرف منه، هم هذا اللي يأسسون عليه. أما نظام ديمقراطي فهذا حكي، هذا ما يؤمنون به أصلا، هذا بعيد عن فكرهم. بالنسبة للأمور مالتهم اللي ما يريدوا تحكي عنها، يعني ما يريدوا تمس بالنظام مالتهم. أما ضرب الأبراج، حرق البساتين، الأمراض اللي جاي هذه، يعني هذه ما يحكون عليها، ما يريدون نحكي عليها. يعني نحكي إحنا بس مجرد إيش قال مقتدى، إيش قال المالكي، إيش قال عمار اليوم بالخطبة مالته هذه. بس أنا والله يا أخي، والله العلي العظيم، يعني ما ألوم دولة، أنا ألوم هذا الشعب. يعني صراحة، يعني أنا والله العلي العظيم يعني احترف في هذا الشعب. مرة نقول شعبنا واعي، مرة نقول شعبنا يعني يحتاج إلى توعية. يعني اليوم بالخطبة مال عمار، وإذا شوف هاي الساحة مليانة يا أخي، أدري إحنا لما نحكي بقناة رابدين، لما نحكي زين يأدي إلما نحكي لأنفسنا، يغير ريد توعية. يا أخي هذا الشعب ما أعتقد الله الحليل العظيم ما زالت أكو طبقة مال اللوجية. إحنا ما يصير براسنا خير صدقني، لأنه هي هذه الطبقة اللي راح تأثر واللي راح تصعد، اللي ما يسوى يعني ما يسوى الكلمة المحترمة. هم اللي راح دولة يصعدهم على طريق هذه السلة مال المنافقين للأسف الشديد. يعني احنا صراحة يعني لما نقول اكو ريد توعية،
والكلام يعني ما للمفكرين على كل القنوات وهذه ناس يا عالم انتبهوا الى معايب السياسيين الى ترى ما يدون بس غايتهم لكنه الكلام يروح هباء مدور يعني ما اعرف الله يا اخي حيرة. ونسأل الله أن يحفظ العراق والعراقيين وتحياتي لك أستاذ أخي. شكرا لك أخ عبد الرزاق. كان من المفترض أن يدخل ويانا أبو عمر من بغداد لكن فصل اتصاله قبل ما أخذه. أتمنى يا أبو عمر ترجع لنا مرة ثانية حتى نسمع رأيك بهذا الموضوع. يعني المشكلة اليوم أنه أكو هواية محاولات لتكميم أفواه الشعب العراقي والناشطين، يعني منها طلعوا قانون حرية التعبير رفضوا العراقيين وطلعوا تظاهرات عليه، سياسيين ما شالوا فكرة قانون حرية التعبير لكن جابوا لنا قانون جديد، شكلوا لجنة للمتابعة. زين بعد المتابعة ايش راح يصير؟ شو انتوا كل فترة وفترة سديتوا قنوات وفتحتوا مشاكل ويا بعض الناشطين وخطفتوا ناشطين وعذبتوا ناشطين وقتلتوا ناشطين، هاي كلها مجلس القضاء الأعلى اليوم ما يحكي بيها، ما يحكي بيها. لكن تلقي انه مواطن نشر تويته يحكي بيها على همه على العراقيين شلون عايشين، لا هاي يحكون بيها. هشام الهاشمي لو ما الإعلام يركض ورا قضيته ورا سنة يطلعونا تصريحات أنتوا ما مقتنعين بها مثل ما الشعب العراقي ما مقتنع بها. أبو عمر من بغداد رجع لنا مرة ثانية، حياك الله. حياك الله أخي العزيز. هذا بيك يا الغالي. أخوان الله سبحانه وتعالى ما أعرف أنه هذا ذبان، ما أعرف انتقام هذه الزمرة الفاسدة اللي ما أستثني بيها إنها أحد من كل الأطراف، من كل الأطراف لا يستطيعون أن يبنون بلد، همهم كل السرقات كلها ما أستثني منها أحد. نعم أبو عمر، وكلها مرتبطة بالخارج، كل المرتبطة حتى الإذاعات، حتى إذاعاتهم مؤدلجة مزعجة، حتى الإذاعات للأسف حتى الإذاعات المعارضة لهم أيضا هم مؤدلجة للأسف. أنا أحسب على الأخوة الإعلاميين حتى إذاعتكم الموقرة شنو عتبك علينا؟ عتبي أخي العزيز فقط ماكو بناء إنسان عراقي صحيح. يعني هسه القنوات العراقية هي على عاتقها أنه تبني المواطن العراقي؟ أخي أنت أيضا عراقي. لا مو يعني عذرا أخوي أبو عمر، هسه القنوات واجبها أن تبني شخصية المواطن العراقي؟ لا ولكن الإعلام له دور فعال ببناء مجتمع، بناء أسرة، بناء أمة. أنتم أيضا اللي عتب عليكم لأنه أنتم من إذاعاتنا، وأعرف أنه للأسف هذه الأمور حتى الإذاعات اتخذتها سياسيا، يعني انه ماديا حقيقه ماديا، يعني اعرف انه شلون تندعم هذه الاذاعات. ابو عمر المشكله اليوم بالعراق، خلينا نكون صريحين، المشكله اليوم بالعراق اكو اعلام، اكو تقريبا اكثر من 90 قناه، لكن سؤالي هل القنوات العراقيه كلها اليوم تحكي بنفس النفس؟ بس هي همهم الحقيقي هو المادي، وهذا الدفع بالشعب العراقي الى الانحدار، بحيث انه ما اعرف يعني لو لكل ما يقال يعرف يقال، اعرف انه حتى قناتكم مدعومه من اطراف اخرى.
ابو عمر، يعني هسه احنا قلبنا الموضوع على القنوات. انا كان موضوع اليوم تكميم الافواه. انت تقول انا عتبي على الاعلام، المفروض يبين للناس ويوعي الناس اكثر، لكن بالمقابل الحكومه العراقيه اليوم دا تمنع هذا الشيء، دا تمنع المواطن والناشط ان ينشر، دا تمنع القناه ان تتكلم. احنا دا نحكي على تكميم الافواه. هذول سراق، سراق يا نابت، ما عندك شيء منعك. بين اكو قنوات بسيطة اكثر تطور منكم. للاسف انا اسف انه خاف هذا الموضوع، مو نفس الموضوع، بس يحز بنفسي انه صار اعلامنا هيك الانحطاط. طيب والحل؟ انا اشكركم. شكرا، شكرا لك ابو عمر. ابو عمر، تهاجمت القنوات العراقيه، في اكو هوايه قنوات مع الشعب، ومن ضمنها قناتنا. قناتنا من اساسياتها ان ترفض ثلاث اشياء: الدستور اللي ملاه بول بريمر على السياسيين العراقيين ووقعوا عليه، واللي اليوم بي كثير من الالغام، اليوم اللي بي مشاكل هوايه، وعلى ضوء هذا الدستور الملغم عندك فوق 100,000 واحد موجودين بالسجون، واحد فوق الأخ، وأغلبهم أبرياء. رفضنا الثاني هو العملية السياسية اللي انبنت على شيء خاطئ، اللي هو المحاصصة الطائفية اللي قسمت الشعب العراقي شيعي وسني وكردي وعربي وتركماني وصابئ ومندائي ويزيدي، اللي قسمتهم على تسميات احنا ما كنا نعرفهم، ما كنا نعرف دولة منين، ما كنا نعرف اللي يدرس بالمدرسة من أي طائفة أو من أي مدينة أو من أي جهة، ولا كنا نعرف اللي بالجامعة، ولا كنا نعرف اللي بالجيش، ولا كنا نعرف اللي بالمنتخب، ولا كنا نعرف اللي بالمؤسسات، ولا كنا نعرف بهذا الشيء نهائيا. الرفض الثالث هو الاحتلال الأمريكي اللي بسببه جني شغلتين اللي حكيت عليهم بالبداية. أما بدنا نحاول نسويه كإعلام، أنت تقول أنا عتبي ما توعون، هو إحنا دا نحاول نوعي الشعب العراقي، دا نحاول نقدم للشعب العراقي المسببات والنتائج، دا نحاول نقدم للشعب العراقي اللي دا يصير بالعراق. وأتصور كلامي اليوم بالحلقة لما أقول إنه القضاء تغاضى عن كل اللي دا يسويه السياسيين، واللي تغاضى عن كل اللي دا يصير بالعراق، وتغاضى عن السرقات والنهب والقتل والتعذيب والتهجير والتدمير، هذا كله رفضوه، بس قاموا يركضون ورا المواطن، قاموا يركضون ورا الناشط، الناشط اللي دا يريد وطن، المتظاهر او 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 ابن ثورة تشرين اللي دا يقول اريد بلدي، اريد اعيش ببلد ما يتحكم به واحد ثاني، أرد أعيش ببلد ما يتحكم بإيراني أو ما يتحكم بأمريكي، أرد أعيش ببلد بحكومة تدافع عني، ما أرد أعيش ببلد أشوف الجيش العراقي يفرق رجلين الإيرانيين وهو جيش، أرد أعيش ببلد فلوسي إلي. اليوم المواطنين والناشطين اللي طلع هذا القرار من مجلس القضاء، لأن ذول المواطنين تعبوا، هو يشوف أنه بطالة دزيد أمية، العراق اللي كان ما بي ولا أمي اليوم بأمية بشكل كبير جدا، العراق اللي في زمن الحصار ما كانت عندنا عمالة أطفال، اليوم عندنا عمالة أطفال، العراق اللي ما كانت بي اتجار بالأعضاء البشرية، اليوم عندنا اتجار بالأعضاء البشرية، العراق اللي ما كانت تدخله ولا ذرة مخدرات، اليوم العراق أصبح من كبريات دول المستهلكة للمخدرات، وعندنا مافيات للمخدرات تديرها أحزاب وغيرها، بل أصبح العراق في بعض المناطق أكو مزارع للحشيش والمخدرات. هاي الأشياء المواطن اليوم بده يرفضها، هم ما يرضون يجاوبون إياها. سؤالي إنه مجلس القضاء الأعلى ما يشوف، مجلس القضاء الأعلى مدى يشوف أنه الزراعة العراقية ميتة؟ مدى يشوف أنه ماكو صناعة بالعراق؟ مدى يشوف أنه عندنا بطالة
نسب كبيرة جدا، مدى يشوف أنه اليوم الشعب العراقي دا يعاني، مدى يشوف أنه اليوم المواطن العراقي دا يتعب، مدى يشوف أنه اليوم المواطن أو الشاب العراقي والشابة العراقية يتخرج من الثانوية يدخل إلى أي جامعة من الجامعات عنده أحلام، يدرس يتخرج يتوظف يتزوج أو تتزوج، يفتحون بيت يكونون أسرة ويعيدون هاي ديمومة الحياة. لكن اليوم المواطن العراقي يفاجئ. ميثم من صلاح الدين، حياك الله يا ميثم. السلام عليكم أستاذ العزيز أخي. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخويا. أنا متابعك أستاذي وأنت تعجبنا وأنت وهنا وهذا شريف لي. أستاذ محمد السلام عليكم. أنا أقول هذا جاي يصير بينا كل من عندنا وبينا. نعم. احنا القلطنا، القلطاني يعني اجي احكي كافة رسالتي الى اخواننا الشيعة. نعم. هم جابوهم وهم طببوهم. اساس ايران يعني دولة شيعية وهي تحميهم اساس هم اخوانهم يعني. وهسه هم انقلبوا عليهم، قاموا يكتلون بيهم لاجل مصالحهم واجندتهم. نعم. واحنا سنة انشوينا. نعم. لا تقول احد جابهم علينا، احنا جبناه ما اللي جن دبش له، قالوا شو فيه. نعم. احنا ما نقدر يعني كل شيء نسوي، ان نعوف الامر لله ولرسوله. نعم. وصف استاذ محمد وياك. احنا ما بينا قصره وكنا قبل بزمن زمن صدام حسين الله يرحمه. كان واحد يقدر واحد يندق بينا، انا ما جا اقول احكي من طائفه بس احكي الحق يعني قدام رئيسنا ونحب نحبه والحب ماله يضل بقلوبنا لا ما نموت. والله كان والله بالشارع كنت انام بالشارع انام الحيه تفوت منهم فدري واضح مثل الله على روحه والله اشرف من عندهم يروح العارض. خلينا بموضوع الحلقه اخوي العزيز. نعم استاذي محمد والله كريم ان شاء الله تفرج على المسلمين ما تظل ولا ما تفرج. نعم شكرا. أيه. شكرا لك اخ ميثم. إضافة إلى ذلك أنه اليوم هاي اللجنة اللي يحكي عليها مجلس القضاء يقول هي من سبع جهات. من هي هاي السبع جهات؟ هسه احنا عرفنا اكو رئاسات ثلاث واكو مجلس قضاء على ذني أربعة، الثلاثة البقية من وين؟ يعني ممثل عن مجلس النواب ممكن، ممثل عن رئاسة وزراء ممكن، ممثل عن رئاسة جمهورية ممكن، ممثل عن القضاء ممكن. من هي بعد الجهات الثلاثة البقية؟ وزارة الداخلية اللي تتعامل مع الشرطة في حال اوكي هاي خمسة بعد تفتر وراح نرجع الى نقطة اللي هي الميليشيات. ادري اليوم المواطن العراقي لازم يعيش في بلد ما الى حقوق ما الى راتب ما الى راتب تقاعدي ما الى راتب ما الى رعاية اجتماعية ماكو بمنظومة صحية انه يقدر يروح يعالج نفسه او اولاده او اهله بطريقة صحيحة، لانه اسا المواطن يخاف يطب لاي مستشفى ليموت، لان المستشفيات العراقية عبارة عن دهاليز موت وليست مستشفى. ماكو تعليم بالعراق، ماكو زراعة، ماكو صناعة، والمفروض المواطن العراقي يتشتف ويقعد بالبيت ويسكت. هل هو هذا المفروض يصير اليوم بالشعب؟ هذا سؤالي. صباح من بغداد، حياك الله. السلام عليكم سادة فل. حياك الله أخويا. طبعا الحكومة من 2013 لحد الآن هي حكومة قمعية يعني. نعم. لا إعلام مسيطر على الإعلام، ما حد يقدر يحكي بكل تواصل المجتمع، تواصل الفيس والتويتر والغيرة، ما حد يقدر يحكي بحرية. ليش؟ لأن كلها مراقبة من قبل الأمن الوطني والمخابرات، فما حد يقدر يحكي ويعبر عن رأيه بصورة صحيحة على واقع الحال العراقي. أقصد يعني من الخدمات، من الأمان، من سياستهم الرعناء،
من الاضطهاد، من المحاصصة المقيتة اللي عندهم، من الطائفية. الإعلام مسيطر عليه لهم، المواقع التواصل الاجتماعي مسيطرين عليها. فالحرية اللي يحجون بيها اللي نص عليها الدستور اللي خلاه برايمر، يعني ما أحد يقدر يعبر عن رأيه بصورة صحيحة. ليش؟ لأن ما يريدون أحد ينتقدهم. كل هذا الفساد والقتل والإرهاب والطائفية، ما يريدون أحد يتهمهم. وإذا موجود بالعراق يصفوه، عدة آلاف مؤلفة من الناس اللي انتقدتهم تم تصفيتهم على إيد الحشد، الحشد الشعبي. الميليشيات هي كلها ميليشيات، هي الحشد كلها ميليشيات. فالميليشيات هاي أي شخصية وطنية ناشط سياسي يطلع ينتقد الحكومة بكل فواصل الدولة راح يتم تصفيته، يعني يصفوه بالنهار. مع العلم أكو سيطرات وأكو أجهزة أمنية وأكو كاميرات وأكو غيرها، لكن هم اللي جاي يصفون، هم القتلة. والدليل على هم القتلة 1000 شهيد من المتظاهرين ثوار تشرين لحد الآن. مصطفى الكاظمي وعادل عبد المهدي قبله شكلوا مجالس تحقيقية في التحقيق عن يريدون يعني اللي مرتكبي هاي الجرائم، ما مسكم أي واحد. ليش؟ لأن المنطوين تحت خيمة رئاسة الوزراء، باجاتهم والسلاح اللي يحملوه يقرأ رئاسة الوزراء الحشد الشعبي، فما حد يقدر يحاسبهم. لأن هم اللي يقتلون ويصعدين دراجات أو سيارات دفع رباعي كلهم يعني فوق القانون. لا جيش يقدر يحاسبهم ولا الداخلية تقدر تحاسبهم السيطرات الموجودة. فهم أي شخصية مثل هشام الهاشمي وغيره، آلاف مؤلفة من الناس اللي انتقدتهم تم تصفيتهم. هم يحجون بالديمقراطية وكان معارضة بأوروبا وطلعهم كلهم خونة وقتلة ومجرمين ولصوص. ما طلع من عندهم شخص وطني خدم البلد. فناس مجرمين من حزب الدعوة الحاكم إلى الأحزاب كلها، إلى صدريين، إلى الحزب الشيوعي، المجلس الأعلى، كلهم فتح غيرها، كل هاي القوائم اللي المسميات كلهم متلطخة يديهم بدماء الأبرياء. يعني يطلع ناشط سياسي يحكي عليهم قبل يحارب وأربع أرهاب وتحريض ضد الدولة، كيفهم؟ هم القانون لهم، والقضاء تابعين الأحزاب، والقادة الفرق الجيش تابعين الأحزاب، وقادة الميليشيات أساسا هم أحزاب، لو بدر لو عصائب لو حزب الله لو سرايا لو جيش مهدي. فهم يعني مافيا مسيطرة على الدولة والقانون، وبكيفهم يقتلون. وهاي السجون مليانة بالأبرياء اللي ما حسمهم قضاياهم، يعني صار لهم أكثر من 9 سنوات أبرياء بالسجون، ما حد يقدر يداعي بيهم ولا حد يقدر يطالب بعفو عام ولا أي شيء. يعني شفنا احنا قاسم مصلح أخذوه 10 أيام وعايش على التبريد 10 أيام، يقول لك جاي نحقق وياه. وكل العالم تعرف وأهل الجاني الوزني يعرفون أن قاسم مصلح وأخوه هم اللي قتلهم الناشط السياسي، وأهل النجف يعرفون إيهاب الوزني. الميليشيات اللي شايلة سلاح في جنوب العراق بالناصرية وبالنجف وبالبصرة وبكل مكان، هاي صار قمع بين المتظاهرين وتم تصفية الناشطين السياسيين، هي للدولة، كلها للدولة. وأهالي الجنوب يعرفون أن لو سرايا لو حزب الله لو عصائب لو بدر هم اللي جاي يصفون بأبنائهم. يعني من يقمع المتظاهرين ويرمي عليهم رصاص حي؟ أكثر من 30,000 جريح وأكثر من 1,000 شهيد. من هم اللي دول قتلهم؟ خمو تنظيم القاعدة الإرهابي أو داعش الإرهابي؟ بالجنوب ماكو هالسوالف، أكو ميليشيات ولائية. أي شخصية وطنية تعارض الدولة يتم تصفيتها بالحال، يتم تصفيتها بالحال. وماكو المشكلة لا حتى يخلون أهل الجاني يخلون محامي أو يقيمون دعوة على المجرم. ما حد، القانون مو المواطن العراقي، القانون ما جاي يحمي الأبرياء، القانون للبيد القتلة والميليشيات الإرهابية. يعني فأصبحت احنا أصبحنا الآن في غابة يديرها حزب الدعوة، غابة يديرها الحشد، غابة إيران والسفير الإيراني هو اللي يديروها. وهمهم الوحيد حاليا مو همهم المواطن والبطاقة التموينية والأمن وبناء بنية تحتية ومشاريع فعلية يستفاد منها المواطن. همهم الوحيد للانتخابات القادمة. الصراع اللي راح يصير وحشي بيناتهم على منصب رئيس الوزراء هو هذا همهم الوحيد. انتخابات السابقة اش حصل من عندها الشعب؟ شنو اللي استفاد منها المرجعية من دعمتها وأيدتها؟ المواطن العراقي ما استفاد كل شيء من الانتخابات الراحت، وكانت 18% 19% الانتخاب. حاليا الان الشارع كله يغلي عليهم وما عنده قناعه بالسياسيين الموجودين والوجوه الموجوده اللي راح تترشح.
فالانتخابات القادمة هم الوحيد، مصطفى الكاظمي جاي يروج إلها يريد يمررها، الحشد يريد يأخذ الأغلبية بالمقاعد. فشوف صراع بيناتهم بين الصدريين، أما المواطن العراقي لا مهتمين بالغذائية، لا مهتمين بجائحة كورونا، لا مهتمين هاي المصايب اللي جاي يصير بالعراق. ما لهم همهم الوحيد إن شلون يسيطرون على المناصب في سبيل كل واردات العراق من نفط، من منافذ حدودية، من غيرها، خيرات العراق يسرقوها مثل ما يسرقوها 18 سنة. نعم، شكرا، شكرا لك أخ صباح. أبو محمد من السماوة، حياك الله يا أبو محمد. الله محيك أستاذ دفل، السلام عليكم. عليكم السلام. تحية لك تحية لك لقناة الرافدين البطل. حياك الله. لموضوعكم اليوم، نعم الله محيك، موضوع تكميم الأفواه أستاذ دفل. مسألة تكميم الأفواه هي مسألة احنا معتادين عليها يعني منذ 2003 وحتى يومنا هذا، يعني ماكو شيء جديد مثلا تغير بهذه المسألة او اكو مستجدات على هذا الأمر. احنا نعاني من كذبة من 2003 هي كذبة الديمقراطية اللي اجت بها امريكا. امريكا تعرف كل زين انه لما راح تغزو العراق وسقط النظام الوطني في 2003 راح تواجهها مسألة وعقبة كأداء اللي هي عقبة إيران، لأن الأمريكان مو ناس عن عبث تخذوا هذا القرار، يعرفون كل الزين أنه وعدهم معاهد خاصة تدرس وضع الشرق الأوسط بصورة خاصة، وأنه إيران أكيد هي على مر العصر عندها أطماع بالمنطقة راح تنافسهم في هذه المنطقة وبالذات العراق. فأكو تقاسم للمنطقة، أكو تقاسم أستاذ أفل للمنطقة خاصة بالعراق، هناك تقاسم بين الأمريكان والإيرانيين، ولا نتوقع أنه الأمريكان في يوم من الأيام راح يكبحون جماح الميليشيات الإيرانية ويكفون أذيتهم عن العراقيين. وهذه المسألة أصبح منذ زمن بعيد أنه إحنا كل العراقيين ترى بدون استثناء، لا ابن الجنوب ولا ابن الوسط ولا ابن الشمال، إحنا لا نظل يعني كلام الطائفين يفرقنا ويخلينا دائما نتنازع بيناتنا ويخلون بيناتنا مشاكل وهمية. العدو الحقيقي هو الأمريكان والإيرانيين. نعم. هم زرعوا التفرقة وزرعوا الشقاق والنفاق وخلوا الناس وخلوا العراقيين للأسف يفكرون بأمور ثانية وبالعداوات ومسألات مسألة العفو القتل والثأر والاقتتال الداخلي. هذا اللي هو السيناريو اللي وضعته أمريكا وإيران بالاتفاق، طبعا بالاتفاق، يعني لا يجي واحد يقول أنه الإيرانيين هم أعداء أمريكا والإيرانيين يسمون الشيطان الأكبر وكلا كلا أمريكا، بالعكس هم وظفوا عملائهم وأدواتهم المتمثلة بالميليشيات والأحزاب وبتواطن مع المرجعية الموجودة في النجف، مرجعية السستاني اللي هي تبارك للأسف تبارك طبعا وبتواطئ، لأن المرجعية بالنجف هي تديها المخابرات البريطانية، هذا كل معروف عند كل إنسان حر. ما لنا علاقة بهاي القضية، يعني احنا دا نحكي على قانون دا يحاولون يشكلوا. نعم نعم. فمسألة تكميم الأفواه أستاذ أفل يعني هي من ضمن المشاريع والمسلسل اللي وضعته مثل ما قلت لك، يعني الأمريكان وضعوا الإيرانيين، يعني أكو اتفاق، يعني أكو مؤامرة على وضعية العراق وأكو ناس هي مستفيدة من هذا الوضع. نعم. يعني ما حد يقدر يوصل صوته هسه بالوقت الحاضر. احنا هسه على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي نريد نشارك، نريد نبدأ برأينا، تلقى أكو ناس تصدى لك وتصدر رأيك وتتعرض للمسبة والشتم والتجاوز منين، يعني من ناس هم تابعين لها الأحزاب لها الميليشيات اللي هي تريد تحاول السيطرة حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. وللأسف يعني نحس إن بعض الأحيان أنه حتى هذه المواقع عندها تواطؤ وياهم، بحيث يعني من تبدي رأيك ما يوصلونه. نعم. وإذا يبدون آرائهم هم
للأسف نشوف إنه تعليقاتهم تظهر وتوصل، وهم الرأي هم اللي يمشي وهو الراجح يعني. نعم. فمسألة تكميم الأفواه أستاذ أسر يعني مسألة إحنا منتهين من عدم مثل ما قلت لك يعني ما هو لها حل بالوقت الحاضر. نعم نعم. شكرا 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 لك اخ ابو محمد. ناشطين ومنظمات حقوقيه اليوم لما قرأوا هذا القرار وقرأوا انه اكو لجنه من مجلس القضاء حتى تراقب وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الاعلاميه او وسائل الاعلام، قالوا انه هاي اللجنه هي لجنه تخويفيه ترهيبيه للمواطن العراقي، والحكومه تقول لا انه هذا القرار هو لتنظيم فوضى الاخبار والمعلومات اللي دا تنشر. اولا تنظيم فوضى الاخبار والمعلومات سببها معروف، لانه اليوم العراق عباره عن فوضى. يعني هل من المعقول ان المواطن العراقي راح يصدق الحكومه العراقيه لما تقول العراق منظم؟ هل من المعقول الحكومه العراقيه راح تقدر تسوق انه العراق بقانون وبمؤسسات وبنظام، وهم سياسيهم يقولون انه لا يوجد نظام؟ سياسيهم مثل ما طلع مشعان الجبوري وقال احنا هوايه قضايا نفتحها ونسدها برشاوي، فأي نظام هذا اللي ينسد برشاوي؟ أي نظام هذا اللي ينبع به المنصب بفلوس؟ أي نظام هذا اللي المنصب يشترى قبل فترة؟ فهل تعتقد الحكومة العراقية أنه راح تقدر تسوق هذا الشيء لو لا؟ والمواطن العراقي بالمقابل راح يصدق بهذا الشيء لو لا؟ وعليهم إذا صدروا هذا قرار يصدرون لائحة المواطن ايش يقدر ينشر من لا حتى المواطن يعرف. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير إن شاء الله باكر بنفس الموعد في أمان الله.